الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. درسنا حلقة وحن وجود بس المسألة الرابعة، يستحب الدعاء عقب الختمة، عقب الختم استحبابا متأكدا لما ذكرناه في المسألة التي قبلها. المسألة الرابعة، مسألة أفراد وحوي، يستحب وحال السنية الدعاء، دعاء يعني مركا روحي ودعيستو أو إلهي بريه سبحانه وتعالى. مسألة أفراد وحا وشيخ وكذا الله يا وحوري، يستحب وحال السنية الدعاء ودعاء يا بريا يا للسنية عقب الختم. ختم كقران كي مركي الروح وقب قب قداشي سا دعاء سو استحبابا يعني صناعة ومتأكدا مدلا أتكية وصناعة أتكية لما ذكرناه وحن صوت الماني في المسألة، مسألة دي أنكو صوت الماني التي مسألة سو قبلها تنكو رئيسي أنكو صوت الماني. وروى الدارمي وحوري بإسناده سند كيس وحكوري عن حميد الأعرج، حميد الأعرج وحال قوري قال وحوري من قرأ القرآن أو قرآن كالروح أخريا ثم دعا دعيستو إلهي بريه سبحانه وتعالى أما نوحاء من سدى على دعائه دعديسا 4000 ملك أفركن وملك باء من سدى دعديسا حلي وحنون وعرم قيبيا. وارتقوا الصحابي ما حديث نبينا ما صلى الله عليه وسلم هذا الكاسمر كوا موقوف ولبا موقوف نسبي حميد الأعرج أي لغو وقفي أو لغو توتي أو يعني مكة تابعين تي يا صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم مننا أمسي قد بسنا مسند الدار من مركان أغني دي بغن قنينة حكرية رقم كصدح كن أفر بقول يسديتني يكو سند كيسنا وضعيف أو وحا كترة من ليا غزعة ابن السويد من ليا هذا ضعيفة يا كترة غزعة ابن السويد من اللي هذا ضعيف يا كجرا سادرت هذا ضعيف مرك. وينبغي وحاها بوم أن يلح إنه كوع العلي أو الحاحية في الدعاء بريدي إنه كوع العلي وأن يدعو إنه كدعى يستو بالأمور المهمة أرمها مهم كان إنه كدعى يستو إلهي وكبري وأن يكسر إنه بديو دعدي سو كبديو في ذلك أرنكاس يعني دعدي سا إنه كبديو من ذلك أرنكاس في صلاح المسلمين مسلمين تا وناقود إن الله سبحانه وتعالى أهجاتيو دعاء وكد عيسني يو صلاح سلطانهم مدحوينه دين أهجاتيو يو سائر ولاة أمورهم يأكو ذكال أعرمه ذكال معمل أردن معمل كودردن. وروى الحاكم أبو عبد الله أن سابوري وحوري بإسناده سند كيس وكوري أن عبد الله ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه إلى يكرر لنقذ كان وحوها إذا ختم القرآن قرآن كمركو ختمه أوقب قبيوطا هي أكثر وحو بدين من دعائه دعاء يا الله بريق والله بريق يؤد عيني للمسلمين مسلمين تؤد عيني يا والمسلمات مسلمات كدمر كأؤد عيني يا والمؤمنين مؤمنين ترجع ود عيني يا والمؤمنات مؤمنات كدمر كود عيني. وقد قال ويل نحو ذلك سدى صوكلا يعني عبد الله بن مبارك إنه الدعاء وكد عيسن شري القرآن كمركو قبل المسلمين تنقودهان ود عين شري غيره حاكم غير كين ويكشجان عبد الله بن المبارك وحوها نين آدي آدو خير بدن أو مركي أترجميني وحيليه اجتمع فيه خصال الخير حكو كل مي أرميه خير كوردن
وعانين حق دادك فرا وعانين علم يرسال ذفافية وعانين ديقسية وعانين تاجرأة وعانين مجاهدة وعانين شجاع وقيسية وعانين محدثة انت بغي كوكل مكا اجتمع فيه خصال الخير الرماه خير كورن باكو كل مي. عبد الرحمن بن مهدي وحيكش يعني يقول إنه عبد الرحمن بن مهدي إمام كان الحديث كان ما رأت عيناي مثل أربعة إن بهي وأفر وحلا من ذمان يارك ما رأيت أحفظ للحديث من ثوري سفيان الثوري عيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحفظ بذمان أرق ولا أشد تغشفا من شعبة شعبنا حق أضيق إيو هذه لا يكورون يهي إسبساسين تأو إسبساسين يا أدويل عن الضنك لهين روح كجاء أضيق معنا أرق ولا أعقل من مالك إمام مالك وحك أعقل بذن معنا أرق ولا أنصح للأمة من ابن المبارك ومدى وح أغنى سيحب بضن أو خيرك إيا وناك إيا السماح أغفرد بضن عبد الله بن المبارك ما نعرك نكما كسيدة الله تلمامي و فيختاروا دوران يا أمرك الداعي متك دعيسان يا الدعوات الجامعة دعوينك جامعة دا إيا كوبان إيا خيرك بضن مكا وكترو معنوه دون أحيال لرهي دوران يا كقوله هذا الكيس أو كلي أورانيو اللهم الله يا أصلح قلوبنا قلب يا شيدا إيا الله رح يقع الله هكاتي وأزل عيوبنا عيبه يقع الله سولي وعيبت يا أسطر وتولنا بالحسن مدى ونأكسنا الله نوقع انجلي وشندا وزينا بالتقوى الله كعبسنا الله نقو قرحي واجمع لنا الله نوكل من خير الآخرة والأولى خير كآخرة إيا خير كأدويدة الله نوكل من وارزقنا وحب نغو إرساق دا ضاعتك أدي عدادا أمرك هذا إنا نقاضنا ما أبغينا ما أبغيتنا إنت باقي شيء عن النولنا إنت أدونك قوت كيس صارنا كوا أمرك هذا قاتينا ننقض اللهم يسرنا إله نوفرد لليسرى مدى فرد جندا وجنبنا الله نغفقه ونغدر للعسرى مدى علس النارتا وأعيدنا الله نذكري من شرور أنفسنا نففياش إذا شركودنا الله نذبت بادي إلا نفط شرب إلى ذهي وسيئات أعمالنا عمل الله إذا كوح حن إله نذبت قلي ونذبت بادي هل نفط يشيدان هو إس كل من سيهين النفط روح بن آدم كأوحى فرطى شر كيفرطى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي عمل الله نحماتي وناك بواليه نو نبي خطبوين كي سوحا كمدها يعني إلهي وحانو كامل انقلنا ونعوذ بك وحانو كامل انقلنا من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا نفط يضا شركو دانو الله كامل انقلنا يا عمل الله يضا كوة حنحن وأعيدنا الله وحاد نقبت بادسا ونقبت قلسا من عذاب النار عذاب كالنارتا يو عذاب القبر يا عذاب القبر ذا يو فتنة المحيا يا فتنة النلاشة يو الممات فتنة دمشق الله لو نجنا بتجلي ونجب بادي وفتنة المسيح الدجال يعني متكي فتنة بدناء المسيح الدجال لورنتري عورنا إلهني ماذا شيءنا يا فتنة سنا الله كان نجب بادي اللهم الله يو إنا نسألك الهدى هنوم بنكوي دي سننا يو التقى لك عبسي يا والعفاف الأورصاني ما نكوي دي سننا يا والقنا هذن تويا نكوي دي سننا هذن تويا دون ما هروح على بدنين وهلا نبي إنه حكص عن حديث كإمام مسلم في صحيح وكو النيو القنا قنا النفس والنبي يقول هذن تويا دو والنفط أو وحى إلهي أوصي يقدق روح وقدق تنادوي يعني النبي يقول قد أفلح من أسلم ورسق كفافا وقنعه الله بما آتاه حالي بان يروح إله سبحانه وتعالى كفاف وحول معيشتي سوقف لأن إله وكو إرساقي كذبنا قناعة وكو سيوحي إله سبحانه وتعالى وكو إرساقي سادرت إدباء نبي حليه هي إيه والعفاف والقنا أفرتن كلمدود وحكو كل مية خيرك أدوية إيه خيرك آخر وكو كل مية اللهم الله يو إنا نقول نستودعك وحانك وديع قلننا وحانك قو أماني سننا أدياننا ديمة يغا يو أبداننا تشرر كيغا
يا وخواتيم أعمالنا يا عمل الله يا خاتم ذو ذي جبل ذا أي أن الله كبو أمانين إن هذا يعني مركع عنتك وهي وأنفسنا نففيا شيء لأن كبو أمانين إن يا أهلنا أهل كير يا أحبابنا كوا نتعلم هاي يا وصائر المسلمين يا مسلمين تدمان تودب وجميع ما شيء دمانتنا وأن كبو أمانين سنة إن أنعمت به علينا ذو شيء ذا أظن عميصي وعليهم يعني أهل كي يدشوا ذن أدعو نعميصي ومن أمور الآخرة أرمها آخرة إيه والدنيا أرمها الدنيا هذه نعمة إلهي كوغل إنما بسوكو بكرت وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم من كل ما سألتموه وحكا تسؤاد إلهي ويديستين إلهي ويديسي هذه اللي بيهضوها اللي قوله حصار تنو نيفتن أكسيتين كان يرأي كابحيا أبال كذا إلهي ومجد كرتيد سبحانه وتعالى. سكدة اللحات يحبنها الله يسوع ده لترى إن دهنا ضحكوا أركيسو دجاهنا ضحكوا مقلسو عرب كان يبش ما هنا ضحكوا هذا يسوع لجاهنا يجعمها هنا ضحكوا سواد يجاني يسوع يعني وح أنت أصير إلهي ضاعدي إنه كوافتيه روح مسلم أو كارد جيو قلبي جا إيمان وقلي اليوم أكملت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا بعلى الله سبحانه وتعالى. إن بدنا أدونك جود كيس صارم وإلهي كقدي نعمة على سبحانه وتعالى وكسي أدو أذكر على طي أبها بإسلامها ويرى بإسلامها أبوها إلى آخره وعادي لقنا يكون قطي لكن وشيء قيمه سوحة دريمسة ومضى إلهي كقدي مركز أركت أو استاجي يعني كادي عن سكبقين أو يعني نجاسدي عن أقون محا نجاسة أو محا حلال عن أقون أو محا حرام عن أقون فاسوك waye xulay marka sheekhu arimaha adduunada iyo arimaha aakhira ku wad noogu nicmays allahumma allah yu inna nas'aluka wa hanu ku wadiisana al afwa afwi ya dafitan wa ku wadiisana iyo wal afiyata badbaado iyo samata bixinina no badbaadiso fi diini diinkayaga inaad no badbaadiso oo diinkayaga aad naga fitnayn wa dunya adduunada yani marka inaad hadii caafiyo iyo nabadgelyo lagu siiso iyo wal aakhirati aakhira inaad nagu siiso يا والجمع إن أذن جمع صن كل بصبيننا أنك لحظة يبي وبين أحبابنا كونوا تعلنا لحدودا إن أذن كل بص في دار كرامتك دارت كرامة هذه ما موسك هذا ودارت كرامة إلى يحكو كرامين يكون موسيو ودارت جنة بفضلك فضلك يا داراتك يا دقرة يا ورحمتك النحريست هذا اللهم الله يا أصل حاجاتي ولاة المسلمين كوا مسلمين تمرحة الله إله هجاج معناها دي يجو هجاجان بلشدي أي مرحة وحيان الرعيضة هيدنا وهجاجسة لكن هذا يجو فس هذان وما دينه ويوذا فس هذه صار رعيضة وحيان الرعيضة وحيان كوا مرحة يحنون مك الرعيضة وحيد أيجن ويفس هذه ولذلك قالوا وحي قرتين معناها النوع عصير شريعة دين يدينتين أي تلمام يسوع وما دوا حي كرسو دولين يعني إنا يمركي هو حوك قبصدان مركي حوك قبصدان وعالم الإسلام في أفريقيا يعني وحي عن يجاهين كوا عرضهن جعمته كل جن اللي يسكح رجيب يعني إنا جب حين مركي إنا جب حين أرضي أي صوت ربيعي ما نوقت جن أيق نينك عداؤهم بس بدلي نين ما هو أعتقى إنه إنه هبل 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 اللي يراه ده ما بدي يسي فلنا يبقى ماشي مركا كرسي كفارست ووافقهم إله وحد وافتسال العدل عدالة إن عدالة سميان وقرصور سميان في رعاياهم دتك أي مدح ذويهن ما مليان يو الإحسان إليهم إن أصم فلان يو الشفقة عليهم إن أقدم يعني مكا أطران يو الرفق بهم إن أقدم ريان رعيدو ذا إن أقدم ريان يو الاعتناء إن يكود ذالان بمصالحهم مصالح ذو ذا وحبيبهم الله تعالى يسيك هو مدح ذا إلى الرعية الرعية يعني تشاليسي عمر بن الخطاب وقيد هوستي فرياء ني يهودي أيها مركزوية أمير كيني مي ساليواكا الله ودى ستيقيدك هوستي سفتيف مركزو حولي مرخاتي وحانكا أهي إن هذا عدالة سميسة مرك هذا عدالة سميسينا وظلمي آدسك إلى لسينا إن هذا قيد هوستي نفتا دكو أمنتي أيان هدي إلى يكورون يهي يعني عن مرقاتك هذا هي بيرنك يهودك معك يعني نينك أميرك عالم الإسلامي هاي استمانت انتي ورديو لي انتي قاربو لي
وجورك يظلمك أي سمين درت تدبر الله إلى لنا وإلا هذو عدالة سمين يعني خلائق إلهي ورنبا إلى لنا الله حق يسوح كيه ليا نصر يهيل يتأييد بكيه لي وحبيبهم إله جعليسي إلى الرعية رعية جعليسي شيء قدتك ودو عيني ودتك يعني دقن كي سلف ولو معاصبها كرد عده أصل كي منهجك أي وحكم معمولا يعني كتابك إلهي يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وحبيب الرعية الرعية دنا إله جعليسي إليهم يجا حقه ذا جعليسي ووفقهم الله وحاد وافج ساعة لسرادك المستقيم شتكا توسن الله وافجي يا والعمل إن يكون عمل فلان بوظائف دينك القويم دينك توسن يعني أعماشي سي عبادوينك سين يكون عمل فلان اللهم الله يوالدف أترك بعبدك أدون كاغا سلطاننا سلطانك يقع الله أطر ووفقه الله وحد وفجسا لمصالح الآخرة والدنيا مصالح ذا آخرة يكوى الدنك بأ الله وفجي وحببه إله وحاج عليه سيسا إلى الرعية ذاتك الرعية ذا حكومة يمامر وحبب الرعية الرعية ذا الله عليه سي إليه حقيس ويقول حورنا يا باقي الدعوات دعوين كيس يدعيس انت باقي كهرباء علمت كورة لصوت المامنة في جملة الولاة ذاتك ملاحظة قودهان مركو الدعين ويسيد وحوقوس يا دنيا اللهم الله يو أحمي نفسه نفتي سألو إلالي وبلاده بلد كيسنا الله إلالي وصن الله دور إلالي تباعه كوى الرعي وأجناده عيد مديسة الله إلالي ودور وانصره الله حدوه لسا على أعداء الدين دين تعدو يديده يا وسائر المخالفين يا كوى كليك خلافسا رمان كوى خلافسا ودن الله وغهيلي ووفقه الله حد وافجسا لإزالة المنكرات منكراتك إيا شرعي ووحو ديدة إنا السوليان إلا منكرك قعن يعني دادك حكومة دا إيا دادك مامل كأي كواس ما كو سولينكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبغلبه وذلك أضعف الإيمان مركا إنا منكرك السوليان الله وافج إيا وإدهار المحاسن محاسنتا دين تان إسلام كوناجي إذا إنا يموتيان هي وأنواع الخيرات النوعية الخيرات كإنا يموتيان وزيد الإسلام إسلام كألو سيادي يعني وزيد الإسلام إسلام كألو سيادي بسببه سبب تسألو كسيادي ظهورا موقشو أو ظاهرا موقتا إسلام كإنه كر نقط وأنا سببتي دلاله إسلام كنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأعزه الله عيسى بسقي ورعيته رعية سيادتك معمولية إعزاسا عيسين إيا شرف أو باهرا مقتبع لبولي هاي شيخ يعني رحمه الله تعالى اللهم الله يؤصلح أحوال المسلمين حالدها إيا أحواش مسلمين تإله هداتي وأرخص أسعارهم سعر ذا يعني بدي عدو ذنا يعني سعر كذا إلهي يعني النسقان يسعر شبان وقدك وأمنهم ألو كن بتجلي وأمني نبتجلي كسي في أوضانهم ودمذو ذا يبلاد كذا إله نبتجلي كسي وقد ديونهم ديمن كذا ألو كجد وعافي مرضاهم كذا شرنا ألو عافي وانصر جيوشهم عيد مدودنا الله أهيلي وصلم غيابهم كوضا مقنا الله سنة بتقلي وفك أسراهم كوضا محابيست عنا الله صافر فر واشفي صدورهم لابهودنا إله داوي وأدهب غيظ قلوبهم قلبيا شوذا إيا لابهودا عرض كتشرتنا الله تكسي وألف بينهم دحرودا الله إسوسود وقلبيا ذا إله إسوافج واجعل في قلوبهم قلب يدود يلابه ذا بحر ذا وحد كيشا الإيمان إيمانك كيالي والحكمة إيماني حكمة الله قلب يدود كبوح وثبتهم الله وحد كسكت على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم دينتي رسولك نبي الله محمد دينتي سينا الله كسك وأوزعهم الله وحد كقل ريستا أن يوفوا إني أوفيان بعهدك بلنت هذه الذي كاسو عاهدتهم عاد كلب بلنتي بلنتي عاد كلب بلنتي إلي أوفيان عليه دوشي ساعد كلب بلنتي إله وافتي
وبلنتي الله سبحانه وتعالى وكل بلمينا يعني وحوي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بلنت صلى الله كل بلن وانصرهم وانصرهم الله وحدوه لصيوات وقرقرت على عدوك عدو وعدوهم عدو قودة إله وقرقر وهيلي إله الحق يا إله الحق إله حق أهايو وجعلنا نغنى وحد نغيشا منهم إيغا نغيال اللهم الله يو اللهم جعلهم إله وحد قيشا آمرين بالمعروف صنهك وضدك فرع إله كيال مددك فران وكليا ما يفاعلين به ولب الصميه مركي ددك فران أيقنا السمية أو حماتدي أنو دوامرين شعر بقروي يقو حي دوانا هسمية حدكو مقب صدي واركا شرعي وما يقان يا قريها رير بقر يعني حدود يا شرعي وما يقان ما تقانو واركا شرعي وما يقان حاكم يا محكوم بإلهي والوسي مية يا دين تقرقن كيد فاعلين به قوام معروف كاسمية إله كير عير إله علي لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون يعني الله سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون ناهينك والربا حاليهين كدق عن المنكر حماتد كوريبا أمد كريبا مجتنبين لها حماتدين كدير هذا محافظين حفظين يؤلالين على حدودك حدود هذه السهدين تادا سيره إلهي لغي السهدين توحوه يوحي إلهي حرمي وسيره السهدين إن لغا قدبه لما بحنا تلك حدود الله فلا تقربوها بعلي مدى سوى حدودي وسيره إلهي لغي حودواننا معناها سيراها لما قالوا ولما قال الكرم مركب حليها المحافظينك وحفظينا إله كدق على حدودك حدود هذا دائمينك وشوكتيو دائما على ضاعتك ضاع هذا كوشوكتي يعني متناصفينك وإسوقر صورة يعني مركب عدالة إيواناق إسوقر صورة متناصحين إسونا الصحيو خيرك إيواناق إيسماها إسفرة اللهم الله يو صنهم الله إلالي سبحانه وتعالى أو دور في أفعالهم أفعاشوا ذا إيا وأقوالهم أقواشوا ذا دور وبارك لهم الله بركة في جميع أحوالهم حالده ذا دمانتود ويفتتحوا كفر فرنيا دعاه دعادي سنة أي كفر فرنيا ويختمه حنكو ختمي بقوله الحمد لله رب العالمين إله كون كان أبورتي ومهد أوردان إسكالة حمدا مهد بولي هاي ما هذا سو يوافي نعمه النعم ويمكيسا ومركا نوغو فيه ويكافئ يعني مركا نوغو أبا القدر الله سبحانه وتعالى ما هذا مركا نعم ويمكيسا نوغو شكرنا وما هذا نقنو مزيده سيادتي سنة ونوغو أبا القدر ومركا الله سبحانه وتعالى ونو سيادي حمل عصنا يا قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم صل إلهي يعني أمان وصلي من نبت قليا على محمد النبي محمد وشيسا وعلى آل محمد النبي محمد آل كيسا كما صليت على إبراهيم نبي إبراهيم صاد وشيسا وصليتي وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم دوشيسا وعلى آل إبراهيم النبي إبراهيم آل كيسا وبارك على محمد النبي محمد دوشيسا إله بركه وعلى آل محمد النبي محمد آل كيسا يعني آل بيت كان إله بركه كما باركت على إبراهيم إبراهيم سيد بركيس دوشيسا وعلى آل إبراهيم إبراهيم آل كيس سيد بركيس في العالمين يعني مركا أمك يا عالم كي وقت قودي سيد بركيس إنك أدوه حميد الله لم هدي أو مجيد شرف بذنبات المسألة الخامسة المسألة الشناد وحوي يستحب وحال سنية إذا فرق مركو كفار غير أمي من الختمة قرآن كالقبليس يختم كيسي أن يشرع إنه قد قال في أخرى مثل يعني بلو كلا القرآن كهذا ندب وصل بلاب إنه قد قال عقبها ختم كجبجبنيس يعني قداشيس يحربتيس فقد استحبه ويسنيا السلف وسلفك واحتجوا فيه وحين أحجستين بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول خير الأعمال أعماش وحاو خير بدن الحل مثل الفرع
يو الرحلة يعني يمتك مركا لقودة قلو قيل وحلي وما هما لبدو يسمحيهين قالوا حلي وافتتاح القرآن قرآن كي أولا فرفرطو مركا لبلودو يو ختمه قرآن كي ومركا لقبقبيو. حديث كان الإمام النووي رحمه الله تعالى وحكوت المامي كتاب كيسكال في الأذكار صدح بقول يلا بي لباطن رقمك. الحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله في نتائج الأفكار مجلد كصدحات بقول تدباتني يسديد بقوت المامي وحونا إلى حديث أنس أخرجه ابن أبي داود أي ورنيا من رواية بشر بن الحسين يعني أيك ورنيا رحمة الله عليه تعالى الزبير بن عدي مكورني عن أنس بشر ننكا ليهذن كذبه أبو داود والضيالسي وأبو حاتم الراسي وغيرهما ننكا بشر ليهذو يعني إنو يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ننكا داب إنو أهابي كتل مامين أبو داود يا أبو داود الضيالسي يا أبو حاتم الراسي مرد ننكا سيكوجر حديثكم مركا إنو ضعيف يهي أياد دريميسا مركا حيكلو سود الإشدان حديث عبد الله بن عباس لقد ورنا إيوه وترمذي حاكم يطبراني غير كذا ورنا يان أبو نعيم في الحلية وكورنا عن ابن عباس قال وحولي قال رجل يا رسول الله ننبى وحولي رسولك إله يو أي العمل أحب إلى الله عملك كيبا حق إله لقوك الغعيل بدنيا قال وحولي الحال المرتحل قال وما حال المرتحل قال وحولي الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره متك يلي قرآن كأول كيس يبلغ بسبب دمينية كلما حل ارتحل مركز القرآن كي أول ما يفرنا يعني هذا ندب مركز أصو أخرية يا ترمذي وحولي هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا عن هذا الوجه حتى المعنى يا ترمذي إنه حديث قريب يا ضعيف يا هاي وإسناده ليس بالقوي كالفتي سسند كيس قوي ما هو يلي شيخ الباني وحولي ضعيف الإسناد لا بقول صقال بقول أفرتني يسديد رقمك. الباب الصابع باب كتب الوحي في آداب الناس ذاتك آداب سيقول أي كآداب سنيا كلهم دمانتوا مع القرآن قرآن كالجركيس ثبت وحاسق ناضي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى صحيح مسلم كوحاقصق ناضي عن تميم الداري وحالق ورنيا صحابي لي رضي الله عنه قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم تميم الداري وحير النبي قال وحير الدين نصيحة دينت ونصيحة وخير ميت وعدتك أصمها إيا ونا قل فرو حماتد إيا شركنا لقال عرر قلنا وحنون لمن يؤتي قال وحير لله اللي سبحانه وتعالى يؤتي وإله إلى خلائق أقول نصيحي ولكتابي كتاب كيسي نصيحة وطي ولرسوله يا رسول كيسي ولأئمة المسلمين يا أئمة المسلمين تا مسلمين تمدحد إيا وعامته مسلمين تدمانتود قال العلماء العلماء وحيدا ذين رحمهم الله تعالى النصيحة وحالوتي ذا لكتاب الله تعالى النصيحة كتابك إلهي اللون نصيحين هي الإيمان إلا الرميوي بأنه كلام الله تعالى كتابك إلهي وعين أتكر رمي سامرك ورئينو يهي كلامك إلهي أوكوهد لي إنه كلامك إلهي يهينا دي قرآن قرآن باطل مان حتى يسمع كلام الله يريدون أن يبدلوا كلام الله وكلم الله موسى تكليما قرآن قرآن بات المامي ورك الروح مؤمن كتاب كان رميسان وإن الرمي بأنه كلام الله تعالى كلامك إلى إنوية وتنزيله متك أسودتي إنوية لا يشبه مشبه شيء شيء من كلام الخلق كلام كخلقك كمذا خالق يا مخلوق سيدا أنا يسوش بهن با كلام كودنا أنو إسوش بهن وإسوغو يكين ولا يقدر مأوي على مثله إسوغو كلاينو ليمادو الخلق خلق مأوودو بأسرهم أي بجميعهم دمانتود إن ليمادان مأوودي كران إن ليمادان إسكدا يصورت كميدا مأوودي كران قرآن قرآن مركو روالغو عجز قليل وحاليولي يعني قرآن قرآن لكالي ويكريو آيه قاسي وحي لأنمي محمد بابين أبورتي أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استضعت من دون الله إن كنتم صادقين حداد ليده المحمد با قرآن كبين أبورتي صلوات ربي وسلام عليه إذن كبضا وعرب قبياك يدي يأفتهن كيدي يقوش عرضو دي ويدن كتراني
بل واحد لك على إذا طبعاً صورته أذبيان أبورتين هذا دروشة قصان لك عليه وكري وين طبعاً كي ولا قد بعي هل صورته بل إن عظيم القرآن كأوية بل إيده كلا لك عليه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن عظيم وكري وين وحالي بل جن إنسي أنت تتكلم السطان هل كلمة دود اسكوها قاتيو قرآن كا معجز كإلهي كا أسيدة وركبين يعني بلساسو كلا يسوكسو ركبا وليد من المقيرة وحوري إن عضينا وكلام قرآن كمحمد الدين أخرى متكفي عن بان الدين أخرى رسول حق ليا وبر لقرتي لقرتي وعصا وح معنا لنغني وركاس إلهي وحوري قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني بركود ببركة كلا جنك إنسي هايسو كالميين هذي جن إنسي ولن إسو تغان قرآن كان وحلم إذا لما إيمان كران فهل أقول عوائي فهل أقول كروائي كون إيا أفر بقول إيا صدن إيا الله صنع فهل أقول قرآن كوقت النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أكسو دقي هجرديس موجودة حل حرف وكبدل كروائي أبدل كروائي وإلا المهير المسلمين تكمل عبد سنة قرن يوحلي والقرآن كتاب كان معها مصحف كي مسلمين طوائق رد حليه ثم تعظيمه قرآن كي إلا وين يو تلاوة إلا أقريه حق تلاوته قراءة سيا أقرنتي صدبت يو تحسينها إلا هجاتي قرآن كي مركز أقريه عود كي إلا قرحيه يو الخشوع عندها قرآن كي أخرس كي سمين لغو خشوعه يو إقامة حروفي حروفتي سإن لتوسيه هي حروفتي يعني أحكامتي تجويدك إن لا إلى لي القرآن كمرك روح أقرأي هي والدب إن لقد دفاع عنه حقيسا لتأويل المحرفين قوة تحريفنا يتأويل كودا يتفسير كودا قابك القرآن كأي كفة سريان إن لقد دفاع يو إن كابو فرطي إذا عضاء يكو تحريفيان القرآن كأو لقو بدلاؤ ضد مستشرقين انت يصوف فريسيان باي كل لغه دي كو حدلايو اسك دغاي اني دين غرانيان با قران كي تحريفنا قران كي تحريفنا يوم كو waxay ka hadlayaan fahamka islaamka aanu ka hadlaynaa beelay markaas ay aayad walba saa looga ma jeedo sidaas ma aha hadii ilaay ku roo qaar kamida marka idaacad publiga ka hadlayo waxay leeyihiin masdar waxaanu aho anagu hadii ilaay ku aanu ciitimaadeena kitaabka fidrada iyo aqliga بحيك أبو ذي المتقاني كتابك يا فصير عيه سنة فصير عيه نبي محمد با كتابك كو فصير عيه نمان كان قرآنيين تلي هذي شاكتا والقرآن بريء قرآن كبريء بكي إني قرآن قرآنيين يهين وحي ديديه سنة النبي صلوات الله والسلام عليه سنة النبي ديديه لنا شيئان ومبرع عنه يسرقنا ويقول لنا مش أمره مستمح سنة ليلة باوحا نقول القرآن كإلهي متكتا رزق هوات كذا صلاة الهدى تكتم حياة ما كان الظهر بان تكن ومع ذلك حرم كي وتشوجا مركز ثاني صلاة هذا الظهر كي آت كتي قرآن كإلهي من الفاتحة إلى برب الناس أنت أخرده وحات كسر صارت أو تزاي تكتم عن كل الظهر تزاي إمامك يقول تجينا يا نت كذبين وهي قرآن كإلهي من برب الناس إلى فاتحة وحات كسر صارت ظهرك إنه يهاي أفرق عضوض يعني تصبيح يأذكار يالله إيمانه بالقرآن كسو صار قرآن كو أقيم الصلاة وآتو سكاة وليه هو ضدوبي فقنقا واتيب كشن تطير إسلام كا يعني توحيد كمرك اللقر هي أفر تنتير عملك أبا قرآن كسي ضدوبي وهذا لكن وحافا فاهسي محي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نبي قلتم من بركة فولي بقول يفعل بصلاة كتس صلوا كما رأيتموني وصل حنقول القرآن كهداد أمين سنتهي بحاد لبرق عدود تكون ويدي سنتا صلاة انت تسكت أفتو لبرق عدود كلية أو مد يعني قلن كدن بقى تكتي لبرق عدود قلن كورا تكتي ما تكتي انت كلية ما تكوفنات شبه أمس فبوهي تلدي يعني وافقنا على مركة وكواسوك على مركة مركة إذا عرف هذا بركولاً لإله دوم حيا بركولاً مية تي وانت يا بركولاً لإله دوم
وأنا من المستشرقين الصوفر الإسلام كسي وحي ليه وحنكوش رحينا فهنك فهنك إسلام كنكوش رحينا إسلام كسي هذا فهم لا يبقى نكوش رحينا ما أم طولنا مكاد جيستنا أحاديث النبي وكعر رأي هلايا إلهي وعد للضبو وضع وإلهي يا للضبو وضع يوتي ذا رسول صلوات الله والسلام عليه والرسول ك إلهي سبحانه وتعالى توحيد كمرك لقر الشهادة وكل من سنيه هذا إسلام في وضع شهادة زما قرآن كان وحى فصيرا يا نبي محمد سيدنا إنه قال وقتك دون آيات بدن أن وقت المام دون إيه وتعرض الداقين يكون الدقاضة إنه يؤبن بحان قرآن كي وإيه هذان أنه بدلعنا إيه والتصديق إلا الرمي بما فيه وحى قرآن كقصغا إيه قصص إيه عبرة إيه أمثال إيه تصاليال إلا الرمي إيه والوقوف إلا إستاغوا لو إستاغوا مع أحكامه أحكام القرآن كل شيء كذا إن لقوا استاجوا وحي القرآن وكفر أحكام يحكمنا وروحه وقدقم يوتفهم علومه علوم تيس إن لفهم يو أمثاله تصالياش القرآن كأو بحناي قرآنكم إن بلن بتصالي بحناي وتلك الأمثال نضربها للناس ذال لي سبحانه وتعالى يو اللي اعتباره إن لقوا عبرقاته بمواعده مواعده يوانوين كقرآن كأو تلمانيه إيه والتفكر إن لقوا فكره في عجائبه عجائب القرآن وتلمامه إن لقوا فكره إيه والعمل إن لقوا عمل فلا بمحكمه قرآن كمحكم كيس آيات كعد عدي معانيه سلفهم كره هدي إلى يكور يهي إن لقوا عمل فلا إيه والتسليم إن له جانسمه إلهي سبحانه وتعالى معانيه إذا له عليه بمتشابهه قرآن كيس متشابهة متشابه وعويه معنهاني هدي إلى يكورون يهي حاجة بين آدم كقصور كذا يفهم كذا أيان قاري كرين سادت المرك النص كان متشابهة وحاط الرومين إسا النص كاس يعني سيدي ساد الرومين إسا من الدين يسيد من التحريفين يسيد محكم كقرآن كان واتكو عمل فلسة يو البحث إلا باربارو عن عمومه القرآن ك يعني نص كيسي عام كها يو خصوصه كيسي خاص كه قرآن كان النص كان عام نص كان هو خاص نص كي عام كأهم معانيه عام كهاي جودهان وحمبار صنابا لوجو عمل فلية كي خاص كهان محل لوجو عمل فلية معانيه خاص كهوا لوجو عمل فلية قاعد وحيد هذان يعمل الخاص فيما يتناوله والعام فيما بقي خاص كهوا لوجو عمل فلية نص كان خاص كهوا وطابنا يمرك عام كان عموم كوحا باقي كن غني وحي أهري يو ناسقه يمتكي سي ناسقها يو منسوقه يمتكي منسوقها ناسقه يو منسوقه نوحا لغو أغادا محي حق تاريخ دا لغو أغادا ومصطلح الحديث كواتان كصبرنا ناس كان إنو مدنه الرئي مدن الدنبي وعمر كان عمر كاهوري عمر كان دنبي لغو ناسقه يوحا لغو أغاني حق تاريخ دا لغو أغاني يو نشر علومه علومتي قرآن كإن لفافيه يودعاء إليه القرآن كحقي سيندتك اللويره وإلى ما ذكرنا يوحي عن صوت المامية من نصيحة القرآن كنصيحة في كتابك إلهي يعني نصيحين تلور نصيحين وقام كاس فصل في وجوب تعظيم القرآن فصل كأنه حقه لي إني واجب تأي القرآن كإلهي إن لويني ووحكست نسقان يعني مركا عيب أكيان القرآن كإلهي سبحانه وتعالى إن لقنسه لقدك علمه معتقد كأيو مقدسات كمسلمين تا إلا إلى ليال الدنيا أجمع المسلمون مسلمين تو حيكو كل من على وجوب إني واجب تعديم القرآن العزيز قرآن كعلي سبحانه وتعالى شرفت بدن إلا وينيو على الإطلاق قود أهان إلا وينيو وتنزيهه إين لغن لسه يعني إيه وصيانته إلا إلى ليو وحكست أول نسقانه يوحكستو عيبا لغا إلاليو لغا دورا وأجمع علمات وحيكوك وكل من على أن من جحد الروح ديدا منه حال القرآن كي كمد يا حرفا حرف ومما شيء كمد أجمع عليه دوشي صلغو كل مي أولغو يعني مسلمين تو أيكو كل من حرف كاس إنو كتابك إلهي كمد يا أو زاد أما السيادية حرفا حرف سيادية حرف كاس ومما شيء كمد لم يقرأ به آن وآخرين أحد روحنا آن وآخرين حرف بو سيادي
أما حرف مسلمين تو أي كو إجماعين مصحف كي عثماني جه إنه كم دياي أيو ديدو يلي كمام دها والحال هو يسقنا عالم بذلك أرين كامد قرن يؤجوجاي فهو كافر كافر ويدين تلا وكبحي هذا هل حرف ديدو مصحف كا عثماني جه أمرك كوسو المسلمين تو أي كو كل من أما حرف كلو أميش كوجرن كوسي يادي لكن شد وحاء وشقوة المام وهو عالم بذلك حدود جاهلية أو جهل الدرت يدمرك أوديدي جهلي وحوي ومانع من موانع الكفر قال لماذا مرك أوديدي يعني وشيء معناه في الصومالي أهان قال لماذا الروح إن لوح حمبارو كبد بعدنا يجهل قال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياد رحمه الله تعالى وحوري اعلم عقو أن من استخف القرآن قرآن كمد كيف ضيت صدا أو بالمصحف أما مصحف كيف فضيت صدوه مصحف كيف قدر ليلة أما القشنية كدافة كتور تورا أو بشيء منه أما شيء قرآن كي كمل يعني فضيت صدوه إهانيست أو صبهما أما عايا مصحف كي أما قرآن كي وعايا لمنه ذا أو جحد أما روحه ديدي حرفا منه حرف كمد ديدي وديدي أو كذب بشيء أما شيء بينيه ومما شيء كمد صرح به لقو حديه فيه قرآن كدحدي سو من حكم حكنا أو خبر أما خبر شيء قرآن كحكم هانو عديب الوحبك ما تشرت سند مياه سند هو حلال وركتشوك ما هو حلال خبر أو قرآن كور رمي أو قيامة إيو تشنو إيو إن الله إلا لك كل ما يؤو عدي أدي علينا تشنو أي متيسانا يان عدي دي دينا النار متيسانا يان بو بيني واشيك حرير ويرو حبك ما تشرا واكو قالوا بي أمرك أو أثبت أن وحو سليمان نفاه يعني القرآن كوحو نفيه ديدي بوصغي أو نفى أن وحو ديدي ما أثبته القرآن كوحو صغي والحال هو يسقنا عالم بذلك أرهن كامد قران يؤي وأبرري أو شك أن وحو كشكي في شيء شيء من ذلك أرهن كامدا فهو كاسي كافر يعني مد قالوا ويو دائرة إسلام ككبحي بإجماع المسلمين مسلمين تصدي كوكولان طي روحا قال لماذي سيكوكول من مسلمين تو إنو قالي مركب ما سهلنا مصحف كان إلهي وإلهي سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون روح آمنا لوسو ديبيو يعني ملك الجبريل با لوسو ديبي ملك الجبريل قلب آمنوا يعني مركا يعني لقوا آمن وقلب نبي محمد با لقلي نبي محمد ما أمد وآخره أو طلق أمد كلا كلن تو الصحابة دي سيشيل كاسو ورابي شيل بشيل بوصي براي صحابة دوي إنو ضبديان أو مصحف كعثماني قام مصاحفتي كلا أردن يعني إلا يسكوخ الخلاف لعسي أي مسلمين تر قرآن كأيوغو إلاليان أي مصحف كأي كوكوبين أمدنا مصحف كاسي طلق كلا كلن أمدنا ومصحف كاسي كو إجماع ضي روحي ديدا أما إهانيستا أما يعني حقرة أما ميل ليدا تكتورا أما خبر لغو شيغي ديدا أما حكم أو كور رمي إلى هذا حكم كاو حبك مجره مسلمين توحي كوكو لنصنطا يدان جاهلة هين يعني مركا ينو كو قالوا بي وين ما ندونا إن شاء الله وصوص عطا بابك ضمين وين ما ندونا وكذلك وحاكو لم إذا إن جحد هدودي التوراة التوراة أديد والإنجيل أما إنجيل أديد يعني أو كتب الله أما كتبت إلهي تعالى أديد المنزلة إلى سودتي أو كفر بها أما أوكو قالوب أو صبها أما أوعايو أو استخف بها أما أوفضيت صدو فهو كافر يعني مركا يذن وأكو قالوب سألهم تفصيل باكجرة سيد العلماء قال كذا يقليينو شيخ الإسلام ابن تيمية يغير كد يعني مجموع الفتاوى سوك كش توكت المامي توريد إنجيل وحن هذا أنا تيشة يعني مركا أي قعنت قهيستان وإما محرف وإما مبدل أما ولا تحريفي أما ولا بدلي وحي مركا كتابك إلهي يعني مركا أوها أنت كتاب كان قرآن كالسودجين أو كتاب كان قرآن كالنسخي كتاب القرآن كعبا نسخي ولذلك بقى إله سبحانه وتعالى وحوت المامي إن روح أمرك دين أن دين تن إسلام كأهين مو أن لقى أقبل دين أن دين تن إسلام كأهين
دينت الإسلام كون بل أقول يه ما أنت إن الدين أهان أي نقط ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وحن مركا أي جعنت كوها إستانية ببلدا نبنين يعني أقدم بيه أي تحريفيا أي قرقرين يعني كتابك إلهي مركا لقمة المانكة لكن وحو كهل الإمام النووي علماء دواي كهل ينتوس إياد مركا يعني التوراة هي إنجيل كاملة أو يعني تحريف ما حق له مركا الله هو كتابك إلهي سبحانه وتعالى إن يعني مركا قيبتي صبغني أيتها روح مركا قال مركا يعني عاية أما هدي لا يكره نهاية إلى هذا كتابك إلهي أما إنكره مركا ينوكو قالوا بي قالوا وحو وقد أجمع المسلمون المسلمين توحيكو إجماعين وككل من على أن القرآن قرآنك المتلوة إلى آخرية في جميع الأقدار يعني بلاد دمانتور لغا آخرية المكتوبة يعني مركا لغو قري في المصحف المصحف لغو قري الذي كاسو بأيدي المسلمين مسلمين مصحف كاسو بأيدي المسلمين مسلمين تقعانتو ذا كجرة مما شيء يعني إنو كمذي هاي يعني جمعه أوت ومعيه أوروري دفتاني يعني مصحفك لبدي سوار قدوت لبدي سدن لنعوحي لغو كلمي ومن أول يعني مصحفك غيبتي صهراء الحمد لله رب العالمين لقبل أبو إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى كلامك إله إنو ووحيه المنزل وحيه سيئو سودتيين إنو يهي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه سي محمد نأوكو سودتيين وأن جميع ما شيء دمانتي وفيه مصحف كالقديه سكسونا حق حق نويه وأن من نقص الروح نسقانية أعدم منه حقيسة حرفا حرف كلمة قاصدا لذلك أرنك إسغو أقصدية حلو قصدية حرف رمية مثلا معانيه هيس بدلو إسليه سيء تأويل كيسة بعض الكاء يعني مكا وقدل إشده أما وحو إسلية هاي سئو النقد إعاب أهان يعني مركا وغسو تشيدو إنو إلا هذا كتاب كان خلل با كتر بحروف تي غير دمهاي إذا هو قصدية أو بدله أما وابدل بحرف آخر حرف كي بحرف كالكو بدلي مكانه بوسكيسي أو أما سيزاد وحو كسي هذه فيه حرفا حرف بكسي هذه ومما شيء كمل لم يشتمل عليه آنو كلانسا المصحف مصحف كي آنو كلانسا شيء المصحف قديه سكوس غنين ومصحف كأنه كل سنة بقدره الذي كاسو وقع عليه الإجماع الذي مصحف كاسو وقع عليه دوشي سو قدعي الإجماع إجماع مسلمين تأيكو كل من وأجمع عليه أيكو كل من دوشي سأنه يعني حرف كاسو وأجمع يعني شيء كاسو وأجمع عليه دوشي سلو كل من أنه ليس بقرآن إنه قرآن هين عامدا سوء قصديا لكل هذا أرن كادمانتي فهو كاسي كافر يعني متقال وعمرك دينتي دائرة الإسلام كبحيوة ولذلك كوا يعني قرآن كتحريفية يكوا مستشرقين تي قرآن كعيبها أسو تشيدة يأيو كوا صور أن مركا وقالوا دينتي إله سبحانه وتعالى كبحيوة حتى هذا إسلام هاي قال أبو عثمان وحوري ابن الحداد ننك لله جميع من عدد مانتي أو ينتحل كدين يلني التوحيد التوحيد كدين يلني متفقون وحي إسكوا فقصيهين على أن الجحد ديدم الذي بحرف حرف أو من القرآن القرآن ككمدة كفر إني قال لما طيب إسكوا فقصيهين ذاتك إسلام لما دين توحيد كان قري مبادئ إسلام كحنبارسن ربنا ربنا لما أقرها للنقضي نبي محمد رسول الله أقرها للنقضي وحي إسكوا فقصيه الروح حرف قرآن كمدة ديدة إنو كقالوا بي وقد اتفق فقهاء بغداد فقهاء بغداد وحي إسكوا فقين على استتابة ابن شنبود ابن شنبود المقرنين كاليرهدو يعني إني كتوبة دلبان ويرهنان توبت كين ابن شنبود كاسي وحوها يعني أحد أئمة المقرئين أيمدي يعني مركب قرآن كلاجأ آخر سنجرة قراءة أهمية كود المتصدرين أي مركب لقف لي قرآن كلاجأ برني بها يعني كون قرآن كمركب لقف برني لقف لي حق وضوح مع ابن مجاهد ابن مجاهد من كلي لهذا أيونين كان يوحى آخر يسوع أئمة القراء كمذا قراءة شاهد كتاب كأنكشرين
markaas waxa la yiri yani asaliibta carabiguna macnahan ma faa'iideynayso, qiraa'adii mutawaatirka ahaydna kama mid aha. arrinkiiba marka ku adkaystay toobadkeen baa leeyahay, haddaa toobadkeenna weyda waa lagu dilaya, kurkaa lagaa goynaya. marka liqiraa'atihi qiraa'adiisi iyo wa iqraa'ihi aqrintii uu akhriyey bishawaadi qiraa'a shaada, yacni uu akhriyey oo min alxuruufi xuruuf uu akhriyey mima shay, yani xuruuftaasoo mima shay ka mid a, laysa fi lmusxafi musxafka aan ka mid ahayn. wa caqaduu calayhi waxay u gunteen lirujuuci canhu noqoshada uu ka noqonayo ayay majlis u caqdiyeen, iyo watawbati minhu inuu ka toobad keeno. hal xaraf oo qiraa yani qiraa'a shaada oo isagu uu yani ku darsaday meesha ayaa waxaa layihi haddaad ka toobad keeni weyda waa lagu dili. weliba toobad keenkaagu maadaama qiraa'adan aada cid u akhriday oo arday wax kaa baranaysa aada lahayd, waa inay calan noqotaa, waa inay calan noqotaa. kuwa nebi maxamed yani filimada ka samaynaya ee le islaamku waana duray ee qur-aanka dushooda ku qorqorayna maxay xaalkoodu noqonayaa? ayagu xaalkoodu ayagu muxuu noqonaya? dayib, majlis baa lay u caqid, fadhi samee, toobad keenkaaga weyn la ogaadaa. yacni wa caqaduu calayhi waxay u gunteen, majlis bay u gunteen lirujuuci canhu noqoshada uu ka noqonayo iyo watawbati minhu toobad uu ka toobad keenayo, sijlan waqti bay u gunteen iyo majlis, majliskaasoo ashhada fiihi uu ka markhaati kacay, calaa nafsihi nafsadiisa uu kaga markhaati kacay inuu khaldanaa, fii majlisi alwasiir ninkii wasiirka ahaa majliskiisa iyo golihiisii baa la keenay, abi caliyi ibnu muqlata ninkii la odhan jiray. abi caliyi ibnu muqla wuxuu ahaa 300 iyo yani 23-kii yani ayuu markaa noolaa, yani khilaafadii markaa haddii ilaahay ku run yahay cabaasiyiinta ayuu u ahaa markaa nin haddii ilaahay ku run wasiir u ahaa. abi caliyi ibnu miqla ninka la yidhaahdo yacni wasiirka ah majliskiisii baa la keenay sanata 23 wa 300, sanadku markuu ahaa 323-kii baa la keenay. hadda wasiirka laftiisa wuxuu u damqanayaa islaamka iyo kitaabka meesha lagaga dhacay, halka kuwan caalamulislaami maanta haysta haddii kitaabka meel lagaga dhaco iyo haddii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi aflagaadeeyo iyo haddii muqadasaadka islaamka yani iyo inta islaamku xurmeeyaba lagu tuunto aanay markaa danba ka lahayn, wax dana aanay ka lahayn, bal iyagaaba ku saacidaya, ayagaaba ku saaciday. wa aftaa abu muxamed ibnu abi sayd wuxuu futwooday fii man qaala lisabiyin ruuxii sabi ku yidhaahda, ninkaa muftiga wuxuu fatwooday fii man qaala ruuxuu yidhi lisabiyin sabi iyo ilmaya ruuxii ku yidhi la'ana allaahu alla ha nacdalo mucallimaka mucallinkaagii iyo wamaa callamaka wuxuu ku barayba. nimbaa wiilkiisa yaraa ama sabigii wuxuu ku yidhi macallinkaagii iyo wuxuu ku barayba alla ha nacdalo. dayib, waa loo yeedhay waxa maxaad uga jeeday marka lafti ereygaani gaalnimu xambaarsan yahay cadday waxaad uga jeeday. wa qaala wuxuu yihi aradtu waxaan uga jeeday suu al adabi adab xumadiisaan uga jeeday, waxaan macallinku uu baray ee adab xumo ah macallinka uu ka bartay baan uga jeeday, qur-aanka uu macallinka ka bartay uguma jeedin. taawiil buu keensaday soo maa meel buu ka baxa. walam urid umaanan jeedin alqur'aana qur'aan umaanan jeedin qur'aanka umaanan jeedin. qaala wuxuu yihi yu'addabu waa la edbinayaa afkiisa si aanu u caadaysan xeeladna aanu ula iman alqaa'ila ninkii warkaa yidhi baa la edbinaya. qaala wuxuu yihi waamaa man la'ana almusxafa musxafka ruuxii nacdala oo yidhaahda musxafka wax ka sheegay iyo qur-aankan yacni uu qoran fa innahu yuqtalu waa la dilaya. haadaa kaasi waxa weeye aakhiru kalaami alqaadi alqaadi ciyaad raximahu allahu tacaala, kalaamkiisii gabagabadiisii iyo murtidiisii wey. wuxuu leeyahy kitaab leya ashifaa bixuquuqi lmustafa sala allahu calayhi wasalam, kitaabuu kaga hadlay xuquuqda iyo xaqa nebigu leeyahay ciddii nebi maxamed xaqiisa ku xadgudubtana inay yani maroo islaam markaa sheeganaysay inay ku gaaloobayaan kitaabuu leeyahy oo ka qoray buu leeyahy. ibnu taymiyana wuxuu leeyahy asaalimu lmasluul calaa shatami rasuul kitaab la yidhaha. marka halkan waxaa la kala saarayaa qofkan ereygiisa iyo waxa uu jeeday. axmed ibnu xambal baa waxaa loo keenay nin, waxaa ninkani
نن مؤدنا أدمي ومساجدك كأدمي. فكسول حول حي على الصلاة حي على الفلاح. ابن القيم با يعني بدائع الفوائد كوكيني. ننكي مؤدنك حي على الصلاة حي على الفلاح ما كويري صلاة أوكالية ليبان أوكالية باكيك لو حي كذبتها بهم باتشكت وعلى صلاة قبطة دبا لسيين كان حكم في سكور رمضالين. أحمد بن الحنبل وحوري حدوء تشيدي بهم باتشكتي ليبان أوكالية وناق أوكالية يا خيرك أوكالية بعد بين كشيريسة وكو قالوا بدين تنواك بحيا حديث نين كان إسقامين أو ده بين بعد شيء ذي سايه أدو فلاحن اللي بنت ندتك أدو يرسو كمر مشكت وجهنا ومتأول ما يكون قارب ماي حلا ولا إدبيني هلا تمام هلا تمام مرك معلق على صاري على صنو مرك وحيك على صاران قاعدة اللي يلاهدو هناك فرق بين القول والقائل فرق ما أقوله حي قولك إياه قائلك وهناك فرق بين الفعل والفاعل وحريك تفلكني يا قول كان إنه قال لمي حي لكن قائلك يا فاعلك أن قالوا بين أما متأول وياي أما مجنون وياي أما هديرا يكون يوحك لو قال لمي كباتسة مانع من الموانع مكا أما جاهل وياي ماشى مكا أيالي. نعم. فصل في حكم تفسير القرآن. فصل قلنا وحين كدر لنا حكم كأويران يتفسير كقرآن كلفسره ويحرم حاران تفسيره قرآن كي إن لفسره أي حاران بغير علم أقوان دره إن قرآن كي لفسره والكلام كهذا لقاه الله أي حاران في معانيه معاني القرآن كو حنبارسيه لمن عد أي كهذا ليس من أهلها إهل كيدي آن كمدهي والأحاديث وحاديثة في ذلك أرين كاسكو صابسني كثيرة ويفربضنتهي والإجماع إجماعنا منعقد عليه متكو جنتميوية يعني إلي حارانتا الروح إصدو عن أقوان اللهين كتاب كإلهين وفسره وأما تفسيره تفسير كقرآن كان لفسره للعلماء علماء أي فسران فجائس المدبناوي حسن وناكس والإجماع إجماعنا منعقد عليه متكو جنتميوية إن أمد مركا اللقضة أي قرانيان مركا قرآن كي اللوغو فسره اللو بياميون annaga marka qaabka kana inuu inagu tafsiirka u naqaano waa tarjuma xarfiya laakiin tafsiir ma aha tafsiir waxa la yiraahdaa yaani luqadii quraanka uu ku soo degay in lagu fasiro ayaa tafsiir la yiraahdaa laakiin luqad kale in lagu fasiro waa tarjuma oo macnihii iyo suuradii umbay soo dhaweeyneysa macnihii iyo suuradii ay soo dhaweeyneysa hadalkan hore uu leeyahay ahadiis baa ku sugan arinkaas أحاديث تقصغن عدي كتابك إلهي يعني ترى هذا الرأي هذا كتر هذا فليتبوأ مقعده من النار بوسك النار تقول يهي حد يرصده أحاديث تاس مقال باكوش رسولان تلقورني حديث تاسنا تكودو والانقر لكن سلف كؤاد من أول ورسن شرين أبو بكر وكل هذين تصالوا سوق أبو عبيد قاسم بن السلام وحولي حدثنا محمد بن يسيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا أيضا أبو بكر للسؤال أبو بكر عدك خير بدن وكعلم بدن مكتي مايا أيضا مكي للسؤال فقال وحولي أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لم أعلم صمدئي هرين سوء حسين صعب أرلذي حنباري سمر كان كتابك إلهي أن كيلهدو وحان أغينو أن أنقرن أن كشيغ طيب صباح الله يعلم أنا هو نوال وشليدي سواسك تورانا بل وحاب الغي أبا قوة إسلاو حفصرة وإسرائيلية دتك كدرقية هذا معروف طول دالي محال الولنشري هبل نوح ناقيه سمحال الولنشري هبل روت أفحا يا شيخ حقيق قرنطة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه تفسير كما يتجدون ناقاب كأقوها بون الله فسره درس جاء نصوص عليه أنه يتجدون قرآن كوحال فسره أحاديث النبي هذه أحاديث النبي لوالينا أقواشي صحابة أي كفسرين وين تفسير كان لغا قهري هذه أقواشي صحابة لوالينا أساليب تلغضة
أيام مركا الله نقولها. طيب يحيى بن سعيد وحليه سعيد بن المصيب حنقوله يعني سعيد بن المصيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن تفسير آية القرآن كم إذا مركا لسؤاله قال وحولنا أنا لا أقول في القرآن شيئا القرآن كشيء كورن ماي شعبي وحولن شري والله ما من آية إلا وقد سألته عنها آية ما شرت إلا ابن عباس بن ويدي ولكنها الرواية عن الله لكن القرآن كالله فسرع وورين إلهي وحلق ورين وعلى حقيس وحلق شيري حماد بن سيد بن درهم الحلية حدثنا عبد الله بن عمر نقول له هذا أيام نور هم يقولي لقد أدركت عبد الله بن عمر كصحابه أمه صحابي أمه وحماد بن سيد بين ودا سنة كبرون لقد أدركت وحان صوها ليلة سوق قريبوا لفقهاء المدينة فقهاء المدينة صوها ليلة وإنهم لا يعدمون القرآن قرآن كأي وينين القول في التفسير هذا الك يعني مركب قرآن كلا قرآني منهم وحكم إذا عبد الله سالم بن عبد الله قاسم بن محمد سعيد بن المصيب نافع غيركم عبيدة السلماني أيها وحل لويدية عن آية من القرآن فقصوحوا ذهب الذين كانوا يعلمون فيها يعني فيما أنزل القرآن فاتق الله يعني إله سبحانه ويتقنكو القرآن كقراني وحلسوا دي إله كبق فاتق الله وعليك بالسداد فمن كان أهلا روحي أهلها للتفسير تفسيرك أهلها جامعا حال يومدك المصنية للأدوات أدويدي يعني آداتك أديدي واللقضي يعني نحوه يصرف يهدي إلى يكورني علم الحديثك التي تصو يعرف بها الوقرني معناه معناها قرآنك وغلب على ظنه ظنه سأقال ابن قضي المراد أتشدد اللغة فسره وفصر يا إن كان هدويا مما شيء يعني شيء وفصر يا مما شيء وكمل يدرك بالاجتهاد اجتهاد اللغة الليلية كالمعاني واسدة معاني دوكله هي والأحكام الخفية أحكامتي قرصوني دي والجلية تكون مقضي هي والعموم النسك عامك هي والخصوص بكي قار خاصك هي والإعراب إعرابتي قرآنك وغير ذلك وإن كان هدويا مما شيء لا يدرك أن لقوها ليلين بالاجتهاد اجتهاد كالأمور أمورتي أوكله التي أمورتها سو دريقها دريق يدوية أن نقل سو قوري لسو قوري هي وتفسير الألفاظ اللغوية ألفاظ اللغوية أولا فسره فلا يجوز مبنانا الكلام فيه إن لقاهدله إلا بنقل صحيح النقل الصحيح إن لهله ومن جهة المعتمدين كوي الاعتماد يدنكو ذكاء هذا ومن أهله من أهل العلم أهل علم وأما من كان الروحي هذا ليس من أهل إهل كسان كم ذهين لكوني أهنشي سوى هذا روحاسي غير جامع المدان كل مصن لأدواتي أدواتك مركا قرآن كتفسيرك صلى الله عليه وسلم فحرام علي دوشي زوحا حرانك التفسير قرآنك إنه فسره لكن له حلي أن ينقل إنه سوغوري التفسير تفسيرك إنه كسوغوري عن المعتمدين كوي الاعتماد من أهله يعني علماء أهل تفسيرك كم ذهب ثم المفسرون مفسرين يعني كوا كفسر برأيهم رأي قد كفسر قرآنك من غير دليل دليل يقو عن هيسن دليل كاسو صحيح صحيحة دليل صحيحة يقو عن هيسن أقسام قيبة وقيب السماء منهم حاكم من يحتج بآية آية مدح جيسانية مدح جيسانية على تصحيح مذهبه مذهب كيس إنه صحيحي وتقوية خاضره مسكحه سوح كتر إنه حوقي مع أنه يعني أرنكا لتركيسة إساقو لا يقلب على دنه دنه سيمليه سعني وقال ابن قنين